روسيا، بيتمادى الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بيورد وبيتورط ومفاجآت على خط الرجعة. بليلة بيفضى الكرملين والضياع ملوى الفراغ. ديمتري ميدفيديف وقصته وسره رح يكونوا محور اللعبة. بينشغل الرأي العام الروسي لبعض الوقت بطباخ بوتين الخاص ومطبخه. الخطر بيرافقه لافروف بمشواره بين مفتعلة وغير مفتعلة، سلسلة من الأحداث بانتظار ماريا زغاروفا. جانب أساس من النزاع الروسي الأوكراني رح يكون على أيادي عربية تتنقلب الآية هالمرة والشرق يساعد الغرب. بعض الكنائس والرموز الدينية بروسيا وأوكرانيا بيتحولوا أهداف وأهداف مضادة. طرف بخص بوتين ببشر أعدائه. رئيس الأركان الروسي هدف دايم مفتوح على كتير من الاحتمالات. محطة رشا توداي بتقاوم كل الهزات والمحاولات. محاولة اغتيال بوتين هالمرة إلى هوية وإلى اسم وإلى رمز وإلى رقم. بيطفحوا الكيلين تتولع بلحظة بين الناتو وروسيا. شائعات حول صحة الرئيس بوتين بس مش كلها شائعات. الكرملين بيشترط وبعكس الواقع أوكرانيا بتقبل بأبرز الشروط. زمن لعبة الرولات الروسية والحياة رهن رصاصة.